ماكو مايا يا عيال. مايا قراح كلش. يلا انا مطهر ايش ورانا. ايه اقول عمي خير، ترى انت باين عليك غير نمونة حداك. ها حداك. اقول لك ايش كثر عمرك؟ انا 24 سنة. 24 سنة. انا من 24 سنة وانا اجابل هالبحر وصيد واناسه وماكو احسن منها. يعني من عمرك وانا مجابل البحر. الله الدنيا حقوق والله يا عمي. بس يا ولدي بس بس يبا بس اترك عنك هالسوالف وهالافكار السوداء هذه على راسك. انا مؤمن بالافكار هذه يا عم ايوب لانها من افكار اهل جنوب افريقيا. ترى احنا هذا عمي صدق على ادنات الدون قال جنوب افريقيا، مو شاغل نفسه الا بجنوب افريقيا. يا ولدي زين زين اللي قاله، شاغل نفسك يا بس كيف. اولا انا حر يا اخي. لا يبا منت حر، من يقول لا حر؟ لا منت حر. انا بس اتكلم على راسك. ذكر الله ايش علاقتك بالتو وشو بالتو؟ حيب يا هال. صدقني عمي ايوب انا لو مو علشانك كنت كان ما يتهمي تدري؟ بارك الله فيك يا ولد. اعطيني كلاس اشوف. بارك الله فيك يا ايوب. اقول وانا جايبكم هني عشان اعلمكم اشياء. البحر يا ولدي ترى يعلم الحب ويعلم الصبر، واهم شيء واهم شيء انكم تحبون اهلكم وابوكم وامكم، ان حب الوالدين طاعه طاعه لله سبحانه وتعالى. هل تروح الحداق مع ايوب؟ مود استح على وجهك، قول العم ايوب. مع عم ايوب يلا. وانت ليش ما رحت وياهم الحداق؟ انت تدرين فيني ما احب الحداق. زين هاي بس اسكت وانطب. من هذا عم ايوب؟ والله يا وليدي عمك ايوب هذا ما يندرى شنو، ما حد عارفه. ابو يابا وقعد هني والريال يلا خير بعد استحلى القعد. ابوك قال ما حد يسأل عن شيء. الريال هذا لازم ورا سر، شنو ما حد عارفه، لكن انا لازم اعرف. حمود مو شغلك لا تسوي لنا سالفه مع ابوك. ما حد يعرف يتفاهم مع ابوي الا انت. ولا انا. حيد ابن الحلال. تكفى بس مشكور وما قصرت. اشتعوى يا عم ايوب، ترى احنا ما بيننا كلفة. الله يسلمك. اقول نعم باكر ابيك بخدمة. على امرك حاضر. ابيك تروح وياي المحكمة. محكمة؟ ايه المحكمة. عندي قضية عقب يومين، قضية حجر على الوالد. Yeah, you.
قاعد يصرف فلوسه من يوم من يوم على اللي يسوى على اللي ما يسوى. اسماعيل انت بتحجر على عمي ايوب؟ ايه ليش؟ لاني ربيته وزوجته وكبرته وسويته ريان، يحجر علي علشان الفلوس. الفلوس؟ اي فلوس؟ الفلوس يا ابو خالد، الفلوس اللي يصرفهم يمين وشمال على غير سنع يا ابو خالد. فلوسي وانا حر فيها؟ لا فلوسي اهو اللي يمنعها، اهو اللي تعب وشقى يا اسماعيل. وانا ولده اصرفها مثل ما ابي. يا سلام، وباي حق؟ انت مرتي ولا عدوتي؟ انا مع عمي ايوب، مع الحق يا اسماعيل. أنا ياما وقفت معاك ضد عمي أيوب. يعني عجبتك العيشة اللي احنا عايشينها الحين؟ العيشة اللي حنا فيها هذه أحسن عيشة، وأنا مقتنعة بكذي والحمد لله. وأنا بعيش مثل الناس اللي عايشة. أبي يطلع السلم مرة واحدة يا أبو خالد وبدون تعب. إي بس هذا غلط. وباكر موعد القضية. زين أنت الحين عندك مستندات؟ أنا معاي كل المستندات اللي تثبت الكلام اللي بقوله. تذكرين ولا لا؟ تذكرين الكلام اللي قاله أبوي؟ تذكرين ليش رفض زواجنا أنا وأنت؟ تعرفين ليش؟ لأن أنتم فقارة وإحنا أغنياء، لأن اسم عائلتك مو كبير، لأن أنت ما تملكين غير معاشك بس. تذكرين ولا لا؟ إيش كان رأيك في ذاك الوقت؟ 6 ملايين عند أبوك ومو عارفين ناخذ منه 1,000,000 واحد؟ انت عارفة ان ابوي مكون نفسه في 40 سنة. ابوك ليش يسوي معانا كذي؟ ليش يكرهني؟ انا عارفة ليش يكرهني، لاني انا فقيرة. ابوي ما يكرهك ولا يحبك. يعني شلون؟ يعني ما في داعي للكلام هذا. يعني شو يصير لو يعطينا 1,000,000؟ يقول لازم تكونون نفسكم. يعني شلون؟ يبينا نطر؟ لا ما وصلت لهذا الحد، يعني احنا عايشين والحمد لله. انت تدري اني سمعت موزع من امواله زكاة 2,000 دينار؟ مو معقول. انزل السوق وانت تسمع الناس شي يقولون. يعني ايش تبيني اسوي في ابوي؟ يعني لو مات ابوك راح تكون فقير انت، يكون ابوك موزع كل امواله على الناس وانت ما تملك بيزة واحدة. فاطمة ما في داعي للكلام هذا. لان عمايل ابوك تطير العقل، ان طلبت منه 1,000,000 وقلت له شاركني في المصنع ورفض. ما عاد خلي الموضوع هذا علي، انا اتفاهم وياه على راحتي. يعني انت بتروح له؟ طبعا اروح له، لازم اروح له. هاي الان هم لازم اروح معك ولا يهمك. ها بتروحين وياي ولا تزعلين. هيا نقوم، قوم مش تنطر. يلا يلا شيل شيل الله عجبك الأكل، ترى هذا سويته مخصوص حقك في البيت ويبتهلك. تسلم ايدك يا فاطمة. الله يسلمك يا حبيبي. حبيبي كل شيء اللي سويناه يعجبني. الله يخليك. أنا ما أدري شلون لما نيجي هني أنا وإسماعيل ونقعد ناكل معاك تنفتح شهيتنا على الأكل. عجيب. تدري ليش؟ ليش؟ لأن أنت معانا. مو كذي يا إسماعيل؟ طبعا. أقول عمي خير يا فاطمة.
ماكو الا الخير يا عمي. ايش تبين انت يا اسماعيل؟ الحين جايين نشوفك. يا اسماعيل قول يا ولدي ايش تبي؟ سلامتك وغير سلامتي. يبا انا اسماعيل قول واترك عنك فاطمه. يبا ابيك تشوف مشروع المصنع. بصراحه ايش كثر تكاليف؟ يعني مليون دينار. لا ما ليه؟ خلني افكر شويه. صحيح انت ولدي لكن مليون ما اقدر اعطيك اياه مره واحده. عن اذنك اسماعيل. اسماعيل ليش تشيل؟ انا من زمان قايل لك ماني مستريح منه ولا من تصرفاته. هذا ولدي وانا عارفه طول عمره ينصب علي وعلى الناس، ياخذ فلوسي ويصرفها بالخارج على كلام فاضي. بس يا عمي هذا ولدك. الولد اذاني يا فاطمه. ما يخاف. سمع يا فاطمه، سمع يا بابا، انا من زمان قايل لك لا تتزوجين هالولد. ليش انك فقيره؟ لا ابدا، ليش انه هو سيء. مو انت يا عمي الله يهديك تعطي فلوسك للناس؟ يعني شلون؟ انت ما موزع 2000 دينار زكاة؟ دينار زكاة؟ بس اذا هذه فلوسي، فلوسي وانا حي فيها. أحب أقول لك شيء قبل لا أمشي، ما راح تشوفني مرة ثانية لأن إسماعيل زعل. ويهون عليك عمك يا فاطمة، أنا حسبة أبوك. هو صحيح ولدي لكن مو حاس فيني. أبوي يحب سعادتي وسعادة ريلي. أفا عليك يا فاطمة، أنا ما أحب سعادتك. يا فاطمة أنا ما طالع عيونك أشوف فيهم البراء أكلم، أطالع عيون ولد إسماعيل أشوف فيهم الحب والكراهية، أشوف فيهم الشر يا بنيتي. هذا الحقيقة يا فاطمة، سامحيني فاطمة، أنا خايف عليك منه. عمي إن دائما تفلسف الأشياء مهما كانت صغيرة أو كبيرة. أنا على قد حالي ما درست مثلكم، بس أنا تعلمكم الحب وطاعة الله سبحانه وتعالى. بس يا عمي الله يهديك انت تعود الناس عليك كذي؟ انا اعود الناس على الحب يا فاطمه والعلمك. الألفين دينار اللي صرفته هذا لا زكاة وواجب عليك. تذكرين ولا لا؟ كفايه يا عمي. لا تبكي الله يطول عمرك، ترى انا قلبي يعورني ما اتحمل. قضيتك ان شاء الله تبي تدبر، تبي لها مستندات وشهود وعيالي اعرفهم اهل نخوه وفزيعه، افزعهم ان شاء الله وكل شيء بستر.
تفضل. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. تفضل. يا الله أسترك يا رب. أنا بنتي جايت في مشكلة صغيرة. بنتك عندنا هني في المدرسة؟ إيه نعم. حضرتك شو اسمك؟ اسمي مبارك. وبنتك؟ اسمها فاطمة. ممكن أعرف مشكلتها؟ مشكلتها أنها تشوف الغلط بعيونها ولا تقول عنها غلط. يعني شلون؟ يعني تشوف أخوها يكسر الأغراض تسكت، تشوف أخوها يصرخ علي تسكت، تشوف أخوها يبذل فلوس يمين وشمال ويجي تالي هليو سكران تسكت. وحضرتك ايش تبيني أسوي؟ سوى أي شيء، خاصة لما تعرف أن أخوها رافع قضية حجر علي وتسكت، وهي عارفة أن أخوها مبذر وفاسد وفسكان. نعم. خاصة لما تعرف أن أخوها رافع قضية حجر علي علشان يبذر 6 ملايين دينار في أشياء ما لها معنى. لا، هو يمكن يتزوج عليها بعد. تزوج عليها؟ قصدي يتزوج على مرته. وبنتك في أي صف؟ بنتي هل قاعدة قدامي؟ وينها؟ أنت يا فاطمة. وأنت يا فاطمة. بس أنا مو بنتك. أنا مثل أبوك. طيب وش تبي الحين؟ أنا أبي أقول لك أن العم أيوب يقول عنك أنك خوش بنية وبنت حلال. عم أيوب؟ هو وين في الحين؟ أنا اتصلت فيه أكثر من 10 مرات ما لقيته. رحت للبيت ولا لقيته. وين في هو الحين؟ عندي. عندك؟ الله يخليك. أنا لازم أشوفه ضروري. ليش عاد؟ أبي أقول لأنه كلامه صح. إسماعيل طلع إنسان مو زين. إنسان فاشل. أبي أبوس إيده أقول له سامحني يا عمي، أنا ما لي دعوة باللي حصل من إسماعيل. صحيح وقفت معاه أكثر من مرة، لكن شو أسوي؟ المرة لازم توقف مع رجلها ولا تفقده. لكن كل شيء محدود، وعلى كل شيء غلط. لا يا بنتي لا، المرأة اللي تشوف رأيها ماشي غلط وتسكت هم تكون هي غلطانة. واللي سمك لازم أشوفها. ليش؟ علشان تسامحني. لا لا ما راح تشوفيها. ليش؟ شوفيها لما تكونين خلاص غضبتي انك تكونين ضد الغلط وتقولين لا أنا معاك يا عم أيوب ضد الغلط. بس ما في بس ولا موش، يا صح يا غلط، شيء ثالث ما في. مع السلامة. لحظة. نعم. خذني معاك. أنا كلام صحيح. تفضل. فاطمة؟ فاطمة؟ أكيد ما جاءت. أدري. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك إسماعيل أيوب؟ نعم. تسمح لي أدخل أسولف وياك شوية؟ آسف ماني فاضي. أدري أنك متفاضي، مشغول في قضية الحجر على والدك العم أيوب وهالشكل. إيه نعم. وهم طرشك لي؟ لا، أنا اللي مضرش نفسي. تفضل.
شوف شوف انت اذا عندك كلمتين تفضل قولهم واطلع برا. عندي تفضل. انت على بالك بتكسب القضيه. اي وانت شكو؟ لا يبا لا، انت غلطان، لا عندك لا اثبات ولا ادله ولا شهود. لحظه شوي، ابوي موجود؟ تعال يا محمد تعال. تعال يا محمد ادخل. ايه تفضل. انت اسكت ولا كلمه. انت يا بيتي وتهددني. لا يا استاذ اسماعيل، ابوي جاي يصحيك. الملف هذا فيه اسماء الشهود اللي راح يشهدون بانك انسان غير مسؤول. تذكر صاحب العماره اللي دعمته وخلاه تدفع تعويض 750 دينار؟ صاحب الدكان اللي دشيت عليه وانت سكران فاقد يلي ما تستحي وخلاك تدفع تعويض بعد؟ والجاركم المسكين شلته ورضخته من الدري لما صار فيه ارتجاج بالمخ. اوه انتوا جاي تهددوني، انا لازم اجيب عليكم الشرطه. شوف اخي ابو موجود. تعال يا احمد تعال. انتوا عصابه. عفوا العصابه مين مسبه؟ في هناك عصابات شريفة مثل اللي في جنوب أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية بعد. أنتوا إيش تبون؟ هذا سلمك الله الملف الثاني. وهذا الملف الثاني في كشف بآخر سفرياتك اللي حضرتك سافرتها، ولا وبعد فيه الديون اللي عليك من هالمحلات الكبيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبوي هني؟ إيه نعم هني. انت ايش تبون؟ حبيبي هذا ملف بالشيكات اللي صرفتها باسمك، وهذه مذكره بالشيك اللي زورت توقيعك عليه. احمد ربك ان الوالد في اخر لحظه راح وقال انه توقيع، ولا كان انت من زمان ضايع كيف؟ عموما كل المعلومات هذه من الوالد واحنا اللي خذيناها منه. انت شنو؟ انت شنو؟ لا انا ما راح اتصل بالشرطه الحين. اتصل يا ولدي اتصل. انت ايش تبون؟ بطل الباب بطله. تفضل يا عم ايوب تفضل. يا فاطمه فاطمه شفت العصابه هذول كلهم هذول؟ ولد اسكت، هذا تشيك بمليون دينار حق مشاريعك. انت باكر بتروح المحكمه واحنا كلنا بنروح. الاثباتات والادله والمستندات معانا، احنا كلنا بنشهد ضدك، حتى فاطمة بتشهد معانا. صحيح الكلام هذا يا فاطمة؟ اي صحيح، انا ابنك. مبروك عليك المليون هذا، انت الحين كسبت الفلوس لكنك خسرت نفسك. هذه كلمة تذكرها من عمك مبارك. يلا يا عيال. وش بتسوي؟ برجع مع عمي اسكن معاه. والله انك بنت اصول. يا خالتي عم مبارك قال المره اللي تشارك زوجها بالغلط تكون ايه غلطانه بعد. تبيني الصج؟ كلامك صحيح يا بنيتي. لا
هذه القهوة الشعبية اللي تقول عنها. نعم هذه القهوة الشعبية يا عم أيوب. تفضل تفضل استريح استريح. يا الله. السلام عليكم. شلونك؟ مع الأسف. الله خير. مرحبا. مع الأسف يا عم أيوب الإخوان بعدهم ما وصلوا. ايوه هذه القهوة الشعبية اللي قلت لك عنها قعدتنا احنا يا الشياب والمتقاعدين وكلنا هني وناستنا يعني لقيتولكم مكان تقعدون فيه هذا مكان وساعة الصدر اللي نستمتع فيها هذه القهوة الشعبية لا شكرا بس مع الاسف الاخوان لحد الان ما جو ما عليه ما عليه انا تمنيت انك تشوفهم حتى اعرفك عليهم واعرفهم عليك ما عليه يا اخوي مبارك ما عليه مره ثانيه الله بخير الله بخير عطنا عطنا شاي اقول الله بخير الله بخير قواك الله يا هلا يا هلا والله وين الامي حط اللي تحطه حط شاي حط شاي تفضل قواك الله قواك شيء ها اي لا لا شيء طال عمرك اقول نعم يا دام ان الجماعه غالين عليك نعم ليش ما تجيبهم عند الديوانيه والله على راسي بس انا ابيك تجي وتشوفهم هني على طبيعتهم وتشوفهم اخوان كافين كل واحد قلب على الثاني كل واحد يحب الثاني رجال شواك بارك الله فيك ولا هل تدري شلون عاد يا مبارك نعم انا بروح البيت بوصل فاطمه نعم وارجع خير ان شاء الله خير ان شاء الله اقول لهم خلي يقعدون ينطرون اي احنا قاعدين حياك الله حياك الله يا هلا حياك الله يا مالا عطنا قدو يا ولد يا ولدي أنا ماني متزوج علشان ما تجيك مرتبو تعذبك وتعبك ما بيك تتعذب في الدنيا يا ولدي كسبت 6 ملايين ها؟ طيب هذا أنت كسبت الملايين لكنك يا ولدي خسرت نفسك كسبت الفلوس وخسرت نفسك يا إسماعيل هذه كلمة لازم تذكرها من عمك مبارك أحسن قضية كسبتك أنت بارك الله فيك يا ولدي وهذا أملي فيك يلا يا ولدي أخذ فاطمة وهاتوا أغراضكم وتعالوا أنا مليت من القعدة بروحي
Thank you.